زيدو اسمح لي، اليوم شفنا في البيان الاخير تاع الكاف ان الجزائر عطت لي تفطر بالنسبه لك. خلينا من الكان ما تشرا درس على الموضوع هذا، هضرنا فيه ماشي ماشي ما. احنا الموضوع راه لهذا الملف راهو في طي الخبره والايفالياسيون في طي الخبره والتقييم. احنا ما رانا طرف لا في الخبره لا في التقييم، خلاص من هذا الموضوع. الناس كثير ربطتها ب 2025 توضيح خاص لكل مقام مقال. بالنسبه للمباراه الوديه للمنتخب الوطني جوان القادم، هل من الممكن ان تكون فيها مباراه اخرى مبرمجه وديه للمنتخب الوطني؟ راح يكون برنامج حتى لجونفي 24. السلام عليكم. شكرا الرئيس. صحيح.